أعود لحضراتكم مرة تانية ولسه نستكمل معاكم باقي فقراتنا وأخبارنا. وصلنا معاكم دلوقتي لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك. طلب الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا من طارق حامد. طارق حامد طبعا غايب بقاله فترة طويلة عن نادي الزمالك ومش متواجد في المباريات. محتاجين يعرفوا إيه الأسباب، محتاجين يعرفوا موعد رجوعه من إسبانيا هيكون إمتى بعد خضوعه لبعض الفحوصات على ركبته بعد ما اشتكى اللاعب من الآلام فيها. كمان طلب الجهاز من اللاعب إن هو كمان يجيب معاه تقرير طبي يشرح فيه حالته بشكل كامل، يعني مش طبيعي برضو انه مجلس الإدارة او المسؤولين في النادي او حتى الجهاز الفني والطبي ما يكونش عندهم علم بالتفاصيل الخاصة باللاعب او حتى بطبعا حالته الطبية، محتاج علاج قد ايه، هل هيكون في علاج طبيعي لمدة معينة، كل الفترة دي هيغيب قد ايه عن الملعب. كل التفاصيل دي من حق المسؤولين داخل نادي الزمالك يعرفوها، من حق الجمهور يعرفها. فكل الامور الطبيه دي طبعا نادي الزمالك محتاج انه طارق حامد يكون جايب تقرير معاه وهو راجع من السفر علشان يوضح فيه حالته كامله متكامله طبعا. طيب خلينا نستكمل الاخبار. نادي الزمالك وطلب البرتغالي فيريرا من اداره نادي الزمالك عدم الموافقه على رحيل عبد الله جمعه. الراجل شايف ان هو هيحتاجه الفترة اللي جاية في ظل طبعا يمكن شفنا اخر كام مباراة، يعني ابتدى فيريرا كده يدي عبد الله جمعة ما بيلعبش كباك ليفت، ابتدى يديه كهاف ليفت، بنشوفه عنده كده حلول هجومية بعض الشيء، فابتدى يعتمد عليه وشايف ان هو يكمل معاه في نادي الزمالك. يمكن اتكلم على اكتر من لاعب كمان مستر فيريرا يعني في الفترة الاخيرة واحتياجاته للعيبة دي ان هي تبقى مع نادي الزمالك. نروح مع حضراتكم لخبر تاني بخصوص كابتن عصام الحضري السد العالي وعلاقته بأبو جبل. في مصدر كشف قال انه أبو جبل حارس مرمى الزمالك، كابتن عصام الحضري اتكلم معاه عن ملف تجديده مع الزمالك في الفترة اللي جاية، وطلب منه بمنتهى الصراحة ان هو يجدد عقده مع الزمالك في الفترة اللي جاية علشان يوفر لنفسه اكبر حالة من التركيز والاستقرار في الفترة القادمة. طبعا عقد ابو جبل انتهى مع الزمالك او بينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، فبالتأكيد محتاج ان هو يستقر نفسيا، يبقى عارف. طبعا حضراتكم شايفين مستوى ابو جبل في النازل خلال الفترة اللي فاتت، لكن ده طبعا ما منعهوش ان هو ينضم للمنتخب المصري. في بعض الحسابات اللي بالتأكيد يمكن يكون الجمهور بيتعجب ليها في بعض الأحيان، ولكن ملهاش علاقة غير ان انت ما تكسرش اللاعب. اللاعب يفضل دايما يكون في مستواه بغض النظر عن حتى اخفاقاته مع النادي اللي بيلعب فيه، ولكن دائما نظرة ما بتكونش في فكرة ان هو بيشارك او ما بيشاركش. طب لما بيشارك بيكون موافق ولا لا؟ بيكون في نظرات اخرى، نظرات ابعد طبعا، بيكون ليها حسابات تانية. وبالتأكيد كابتن عصام الحضري ليه وجهة نظرة في اختيار محمد ابو جبل رغم ابتعاده عن مستواه خلال الفترة اللي فاتت مع منتخبنا المصري. نروح لاخبار منتخب مصر، وخاض منتخب مصر الاول طبعا مع كابتن ايهاب جلال مساء امس اول تدريباته على استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراتين ان شاء الله غينيا واثيوبيا في الجولتين الاولى والثانيه من منافسات تصفيات المؤهله للامم الافريقيه 2023. كان انطلق معسكر منتخب مصر في احد الفنادق الكبرى بالقاهره، وكان اعلن كابتن ايهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا قائمه اللعيبه المبدئيه لمعسكر المنتخب في الفتره ان شاء الله من 30 حتى 14 يونيو. وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم مباراتين اكيد هامتين لمنتخبنا الوطني، هنتعرف هنشوف لعيبه جديده، هنشوف فكر الكابتن ايهاب جلال اللي بيفكر ازاي، فليها تفاصيل كتير الحقيقه. المباراتين اللي جايين سواء امام غينيا او اثيوبيا هيحددوا حاجات كتيره جدا للكابتن ايهاب جلال، هيشوف لعيبه، هيجرب لعيبه جديده بتنضم لاول مره مع منتخبنا الوطني. بنتمنى له اكيد كل التوفيق باذن الله يكون بيحقق نتائج ايجابيه، فتره اكيد صعبه مش سهله ولكن ان شاء الله يكون قدها. في إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل منتخبنا المصري، إن الدكتور محمد أبو عيلة رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر اتعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل معسكر الفراعنة واللي انطلق أمس استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا. قال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة إن الدكتور محمد أبو عيلة تعرض للإصابة بفيروس كورونا، هيتم الاستعانة طبعا بطبيب آخر خلال الساعات القليلة المقبلة علشان يكون مع المنتخب.